ينضم إلينا محمد علي أحمد، مدير مكتب التعليم في قرية نريمان للأيتام من عزاز. صباح الخير. صباح الخير، أهلا وسهلا، حياك الله وحيا الله المشاهدين والمستمعين الأكارم. أهلا بك، حدثنا أكثر عن البرامج التي تقدمها جمعية الأرامل، خاصة يعني لفت انتباهي صناعة الموبيليا. هل السيدات هن من قمنا بصناعة الخزانات اللي شفناها؟ حياك الله أستاذ، الله يبارك فيك. لا طبعا الموبيليا هذا لأبناء الأرامل الأيتام. طبعا نحن عندنا من سياسة الجمعية أن يلتزم الابن والبنت بالتعليم. حلو. الذي لا يستطيع أن يلتزم بالتعليم إما لسوء قدراته على التعلم وكذا، فهذا لابد أن نعلمه مهنة تساعده على أن يقتحم الحياة ومشاريع الحياة. فكان قسم الموبيليا أحد الأقسام من التعليم المهني. أيضا هناك مهن أخرى يعني نعلمها لأولادنا، أقمنا دورات في صيانة الحاسوب، دورات في صيانة الموبايل، ليستطيع هذا الشاب أن يقتحم السوق. أما بالنسبة لما يتعلق بالأمهات، لا فقط عندنا الخياطة، الصوف، الأشغال اليدوية وبيت المونة. حلو. طيب إذا بدنا نحكي أكثر عن المنتجات اللي كان عليها إقبال، أكثر شيء اليوم سعدت فيه الأرامل بالعمل عليه وبتعلمه وأيضا بإنتاجه؟ والله بالنسبة لموضوع الأرامل، الكل مسرور بعمله، الكل يبدع في عمله حقيقة. لكن لو قسنا ذلك على المعرض، المعرض كان فيه إقبال أكثر شيء على المواد الغذائية، وأكيد يعني الأكل دائما لا، لكن لعل اللي رخصي المواد لقبولها لمثلا حاجة البيوت لمثل هذه المواد. لكن حقيقة صار في إقبال مثلا على موضوع الموبيليا، هناك بعض الجهات أرادت يعني إنشاء بعض ما يتعلق بالموبيليا، الخياطة، الصوف، الأشغال اليدوية يعني طبعا والفنية، هذه أمور تحتاج إلى أشخاص يعني يهتمون بهذا الجانب. نعم. سيد محمد، يعني برأيك قد ايه المعرض حقق هدفه من ناحية أنه يعني تم بيع مثلا بعض المنتجات، دعم السيدات ماديا؟ أستاذنا الكريم، حقيقة نحن كانت الغاية الأعظم من هذا المعرض هو حقيقة إبهار عمل الأخوات وأبنائنا الأيتام، أو إيصال الصورة بشكل واضح وجلي عن هذه القرية وأعمالها فيما يتعلق بالتعليم المهني. بذلنا ما استطعنا أن نوصل أصواتنا عن طريق حضراتكم، الجهات الإعلامية، عن طريق الأشخاص، عن طريق الجهات الرسمية، عن طريق الفعاليات المجتمعية المدنية. لعل بدأت بوادر يعني معرفة أعمال أخواتنا وأبنائنا في القرية بشكل يعني تسلسلي الآن. طيب هل كان هناك نشاطات مرافقة للمعرض؟ لا فقط كانت هناك عبارة عن عرض المنتجات، وأنهينا المعرض في يومه. طبعا مددنا المعرض لمدة يومين أو ثلاث وانتهى المعرض. حلو. يعني بما أنه مددتم المعرض فإن شاء الله معناته أنه هو كان ناجح، يعني من ناحية الإقبال الناس مثلا. هل تم الاتفاق مع تجار أو مع جهات راح تأخذ مثلا خاصة الموبيليا، الألبسة؟ في الحقيقة كان في إقبال، نعم، وتشرفنا بزيارة وزيرين من وزراء الحكومة المؤقتة، منها وزير العدل ومنها وزير الاقتصاد والمالية، وقدموا بعض النصائح للعمل. وزير الاقتصاد الله يجزيه الخير قال أنه يعني يجعل قسم للمهرجانات التي تقيمها الحكومة. المعرض كان فيه نسبة إقبال جيدة جدا، المعرض بتنظيمه وترتيبه كان أيضا ناجح بنسبة جيدة. حلو. ختاما، في مشاريع مستقبلية عم تشتغل عليها اليوم الجمعية، خصوصي بعد نجاح أيضا هذا المعرض، في احتمال يوم إعادته؟ أكيد والله، حتى ليس فقط كإعادة، لكن هناك بدأت الآن تتفتح أفق نحو تطوير عرض منتجات أخواتنا، لعل يكون هناك يعني يساعد الأمهات، يساعد الأبناء. طبعا نحن كل القصد من ذلك أن نخرج اليتيم وأمه من ضيق الاحتياج إلى أفق الإبداع والإنتاج حقيقة. يعني الأم عندنا عفيفة كريمة تريد أن تعتمد على نفسها بالإنتاج، فهذه إحدى المبادرات. يعطيكم ألف عافية ومباركة جهودكم. شكرا لك محمد علي أحمد، مدير مكتب التعليم في قرية نريمان للأيتام. شكرا لك. حياكم الله. حياكم الله. أهلا وسهلا.